دائما مع الأنشطة الداعمة في النحو، والآن نحن مع المفعول المطلق ونائب الفاعل. إذن أبدأ بقراءة نص الانطلاق: دخلنا نادي الرماية فتوجه الرامي المدرب ليرمي السهام رميا في مركز الرماية. لاحظوا أنني سطرت تحت الجملة التي تتضمن مفعولا مطلقا، إذن ليرمي السهام رميا في مركز الرماية لترمى بعده بتتابع من طرف الرماة الصغار، فسمع مرافقوهم يدعون لهم بالفوز كثير الدعاء. إذن أيضا هنا سطرت تحت الجملة التي تضم المفعول المطلق، إذن وسوف أؤطر هذه الكلمة: فما كان مني إلا أن أخاطب الحائز على المرتبة الأولى الذي يجلس القرفصاء. إذن دائما أسطر تحت الجملة وأعزل الكلمة التي تعتبر مفعولا مطلقا. يجلس القرفصاء للاستراحة بقولي: غبطتك والله غبطتين. مرة أخرى جملة: غبطتك غبطتين، وأؤطر هذه الكلمة: الأولى لأنك رائدهم، والثانية لأنك اخترت رياضة تبني العقل والجسم كما أحببتك ود الأخ لأخيه. إذن الجملة: أحببتك ود الأخ، وأطرت هذه الكلمة: لقد حددت مركز الرمي جيدا. إذن حددت جيدا، فتصويبك للسهام لم يصوبه غيرك من المشاركين، فاستمرارا. إذن سأؤطر هذه الكلمة: وشكرا على ما خلقته من فرجة ماتعة. إذن من خلال الجمل أو الجملة الأولى ألاحظ وتلاحظون أنه تم التسطير تحت جملة تضم فعلا، هو الفعل رمى ومصدره رميا، يرمي رميا. إذن لاحظوا معي أن هذه الكلمة المؤطرة هي من جنس الفعل، لذلك بكل بساطة يمكن القول أن المفعول المطلق اسم مشتق. إذن أكتبها هنا: المفعول المطلق اسم مشتق، وهذا الاسم هو عبارة عن مصدر، أي اسم معنى، نعم، من جنس الفعل طبيعة الحال، ويتوزع معه في نفس الجملة. إذن ترمى رميا، إذن رميا اسم مشتق من جنس الفعل، ثم عبارة غبطتك غبطتين، نعم، إذن أيضا اسم مشتق من جنس الفعل، ثم هنا استمرارا بالضبط، استمرارا الأولى هي التي أطرتها، استمرارا. إذن مصدر لفعل محذوف هو استمر، وشكرا مصدر لفعل محذوف هو أشكر، استمرارا الأولى بالضبط وشكرا هنا. إذن بالنسبة للكلمة التي اشتقت من الفعل يرمى أو ترمى، إذن هنا ترمى فعل مبني للمجهول بطبيعة الحال، ثم رميا تضم فعلا وفاعلا، رميا لا ليرمي السهام، عندنا هنا ليرمي رميا، إذن فعل مضارع منصوب بلام التعليل، وسهام
وفيه ضمير مستتر تقديره هو الفاعل، سهام مفعول به، ورميا مفعول مطلق منصوب على المصدرية. لقد سبق لكم أن عرفتم هذا في الدرس، وهذه فقط أنشطة داعمة. إذن وعلامة نصبه بطبيعة الحال لكي يكون الإعراب تاما، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ننتقل للجملة الثانية وهي الموجودة هنا في وسط النص. إذن غبطتك غبطتين. إذن نلاحظ أن هذه الكلمة هي مشتقة من الفعل. إذن هذا لدينا هنا الفعل والفاعل والمفعول به، نعم. إذن وإذا أردنا إعرابها لدينا مفعول مطلق منصوب على المصدرية بالياء، ولا نقولوا علامة نصبه الياء لأنه مثنى. بالنسبة لكلمة استمرارا وكلمة شكرا كما تلاحظون، استمرارا شكرا، ولقد أطرت هذه الكلمة ولم أؤطر هذه لأن هذه توكيد لفظي للكلمة الأولى. هو هذا مصدر لفعل محذوف هو استمر، يعني تقدير الكلام استمر استمرارا، هذا هو تقدير الكلام وهذا هو الكلام الأصلي، ولكن تم حذف هذا الفعل والفاعل وتم الإبقاء فقط على المصدر استمرارا، وهو مفعول مطلق أيضا لفعل محذوف تقديره استمر منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره كما يتبين هنا. إذن كذلك كلمة شكرا، شكرا تقدير الكلام أشكرك أشكرك، شكرا أشكرك شكرا، ولكن ماذا حصل؟ حذف الفعل والفاعل والمفعول به وتم الاحتفاظ بالمصدر الذي هو في الأصل مفعول مطلق. إذن أيضا مفعول مطلق كسابقه لفعل محذوف، إذن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. إذن كما نلاحظ هنا لدينا المفعول المطلق. في الجهة الأخرى كتبت ما يعتبر نائبا عن المفعول المطلق، يدعون كثير الدعاء، يجلس القرفصاء، أحببتك ود الأخ لأخيه، حددت جيدا، تصويبك لم يصوبه. إذن بالنسبة لكلمة يدعون فعل وفاعل بطبيعة الحال، كثير الدعاء. إذن كثير جاءت هنا محل كلمة الدعاء، لأن التقدير أو الكلام الأصل هو يدعون دعاء كثيرا. إذن تم الإتيان بكلمة كثيرة إلى هنا لتصبح مضافا ويصبح المصدر مضافا إليه، لذلك نعرب كثيرة نائب المفعول المطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وكما تلاحظون هي كلمة ليست من جنس الفعل ولكنها متبوعة بمصدر الفعل. هنا مصدر الفعل يعرب وهو مضاف، الدعاء مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.
ننتقل للجملة الأخرى، يجلس القرفصاء. إذن هنا بالنسبة لهذه الجملة وبالضبط هذه الكلمة هي تصف وضعية الجلوس، يجلس جلوس القرفصاء بمعنى تقدير الكلام، يجلس أو جلسة القرفصاء، جلسة القرفصاء. لذلك كتبت هنا كلمة تصف الجلوس. إذن تم حذف هذه الكلمة والإبقاء فقط على الكلمة التي تصف الجلوس، لذلك تعرب مفعولا أو نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. بالنسبة للجملة الأخرى، أحببتك ود الأخي، إذن هنا الأصل أحببتك حبا، ونعرف أن الود والحب بينهما ترادف، إذن لذلك أمكن استبدال كلمة حب بكلمة ود. إذن ما دامت هذه الكلمة ترادف المصدر الذي هو من جنس الفعل فإنها تعرب نائبا للمفعول المطلق لا مفعولا مطلقا، منصوب طبعا الحال بالفتحة الظاهرة على آخره. بالنسبة للجملة الأخرى، حددت مركز الرمي جيدا، وفقط بالضبط حددت جيدا، حددت إذا عندنا هنا فعل وفاعل ثم كلمة جيدا. إذا الأصل في الخطاب أن نقول حددت تحديدا، إذا كلمة تحديدا متضمنة في هذه الجملة، تحديدا جيدا. كلمة جيدا تم الإبقاء عليها وتم حذف كلمة تحديدا، إذن وحذفها يجعلنا نعرب هذه الكلمة نائبا عن المفعول المطلق. إذن بعد ذلك لدينا جملة أخرى، فتصويبك للسهام لم يصوبه. إذن يصوبه، إذن الأصل في الكلام لم يصوبه، لم يصوب، نعم لم يصوب غيرك تصويبا. بالنسبة لهذا الضمير المتصل حل محل المصدر تصويبا، إذن وما دام حل محله يعرب نائب المفعول المطلق، فهذا الضمير يعود على المصدر الذي من جنس الفعل. إذن لذلك لم حرف نفي وجزم يصوب فعل مضارع مجزوم بلم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع فاعل طبيعة الحال، والهاء ضمير متصل في محل نصب نائب الفاعل. إذن كما تلاحظون هنا أننا تحدثنا دائما عن النصب، منصوب منصوب أيضا منصوب. إذن تلاحظون النصب هنا بالحركة، والنصب بالياء، والنصب بالحركة، والنصب بالحركة، ثم هنا النصب بالحركة أيضا، والنصب هنا وهنا وهنا، إذن وهنا النصب هو محلي. لذلك نقول بالإضافة إلى هذه أو إلى هذا التعريف أن حكمه النصب، أن حكمه النصب دائما، حكمه النصب دائما. ويمكن أن يكون المفعول المطلق حاضرا يعني لما يكون مصدرا من جنس الفعل، ويمكن أن يكون نائبا عن هذا المصدر فنقول نائب عن المفعول المطلق. وهكذا نكون أو قد ذكرناكم بالدرس السابق الذي ربما تم إنجازه حضوريا داخل الفصل،
إذن لأن هذه الأنشطة هي عبارة عن أنشطة داعمة فقط. ننتقل إلى ما يرتبط بنائب الفاعل. إذن نائب الفاعل درس أيضا ينتمي أو تمت برمجته ضمن دروس علم النحو بالنسبة للأولى علوم شرعية، وكتبت نصا: في الأيام القادمة ينتظر أن يرفع الحجر الصحي، أما الآن فلم يطلب من مواطن مغادرة البيت، إذ يردد في الإعلام ومن رجال السلطة: لا تخرجوا تجنبا للإصابة. فبالالتزام والتفهم يصنف المواطن حضاريا. اخترت هنا جملا كتبتها: ينتظر أن يرفع، وهذه الجمل بطبيعة الحال تتضمن الظاهرة التركيبية يرفع الحجر، لم يطلب من مواطن، يردد، لا تخرج، يصنف المواطن. أول ملاحظة نلاحظها هنا أن كل هذه الأفعال مبنية للمجهول. إذن لذلك نقول على أن نائب الفاعل يتوزع مع الفعل المبني للمجهول خلاف الفاعل الذي يتوزع مع الفعل المبني للمعلوم. إذن وكل ما ينسحب على الفاعل لقد رأيناه سابقا حضوريا وفي الأنشطة الداعمة، كل ما ينسحب على الفاعل ينسحب على المفعول أو على نائب الفاعل. نائب الفاعل أيضا هو اسم يمكن أن يكون ظاهرا ويمكن أن يكون مضمرا، وإذا كان مضمرا قد يكون متصلا وقد يكون مستترا وقد يكون منفصلا. وأضفت هنا بعض الإضافات. إذن ينتظر أن يرفع. إذن أن يرفع هو نائب الفاعل من أن والفعل، يعني هنا المصدر المؤول يعني أن ناصب، نعم، إذن حرف ناصب، يرفع فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، ويعني المصدر المؤول من أن والفعل، المصدر المؤول من أن والفعل، إذن في محل رفع نائب الفاعل. يرفع الحجر، نلاحظ هنا أن كلمة الحجر نائب الفاعل وهو اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لم يطلب من مواطن، هذا ما أردت أن أصل إليه، يعني من مواطن هي شبه جملة من حرف الجر وكلمة مواطن مجرور. إذن بالنسبة لكلمة مواطن هذا نائب فاعل، نعم، مجرور لفظا، إذا انتبهوا جيدا، مرفوع محلا. يردد لا تخرجوا. إذا لاحظوا هنا الفعل المبني للمجهول بطبيعة الحال وهو عبارة عن فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لا النهية ولا مبني بطبيعة الحال حرف مبني، لا تخرجوا فعل مضارع مجزوم بلا، مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون. إذن هذه الجملة والفاعل ضمير متصل وهو واو الجماعة في محل رفع فاعل. إذن بالنسبة لهذه الجملة أيضا تعرب نائب الفاعل في محل رفع. يصنف المواطن مثل يرفع الحجر، نائب الفاعل هنا أيضا هو كلمة ظاهرة. إذن بالنسبة لنائب الفاعل كما نلاحظ هو نائب الفاعل اسم أو لم يسمى مفعوله. إذن نائب الفاعل اسم لم يسمى مفعوله، لماذا؟ لأنه هو في الأصل هو عبارة عن مفعول به، نعم، يحل محل الفاعل.
إذن ترفع الدولة الحجرة، ترفع الدولة الحجرة الصحية. إذن تم حذف كلمة الدولة واللي هو الفعل، هذا كان في الأصل مفعولا به، سوف يحل سوف يحل الدولة التي هي فاعل، سوف يحل محل الفاعل فيصبح ترفع أو يرفع الحجر. إذن وما يجب تذكره جيدا هو أن نائب الفاعل لا يختلف عن الفاعل وينسحب عليه ما ينسحب على الفاعل. بقي أن أشير إشارة ما دمنا بصدد النحو إلى الشكل. انتبهوا جيدا للشكل، الشكل يجب أن يكون واضحا ومضبوطا أيضا، لأن كل يعني أو عدم الالتزام بالشكل فإنه يسقط التلميذ في ربما أخطاء قد تجر عليه يعني بعض أو قد تمنعه أو قد تقف حائلا دون وصوله إلى هدفه المطلوب. إذا انتبهوا للشكل، أن كل حرف نضع عليه حركته أو تحته الحركة إذا كانت كسرة، لأن اللغة العربية هي لغة معربة. إذن وهكذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالأنشطة الداعمة. بدأنا بأنشطة داعمة تخص الفاعل، ثم أنشطة داعمة تخص المفعول به، ثم أنشطة داعمة تخص المفعول المطلق ونائب الفاعل، لتذكيركم أعزائي التلاميذ بهذه الدروس، وهي دروس سهلة وفي متناولكم لأنها درست من قبل في الابتدائي وفي الإعدادي. وحظا موفقا إن شاء الله، والسلام عليكم وإلى الملتقى.